إذن مشاهدينا الكرام، لكل عشاق الفروسية يتابعونا في الفقرة الجاية، لأن راح نتكلم فيها عن أزياء الفروسية بشكل حديث. إذن فاصل قصير وراجعي لكم، أسروا البيت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هاي الفقرة الأخيرة. مشاهدينا اليوم عندنا فتاة إماراتية دخلت عالم الأزياء، ولكن أي نوع من الأزياء؟ أزياء الفروسية. إذا دعونا نرحب مشاهدي الكرام بشمسة المهيري، حياك الله معنا. إيش حالك شمسة؟ شو أخبارك؟ يمكن من خلال العباء اللي لابستنها حسيت إن أنت عندك لمسات جدا جميلة. كلمينا عن عالم الفروسية أولا، بداية خلينا ندخل في تجربتك في عالم الفروسية. تجربتي اولا يعني لا يختلف عني وباقي الفارسات اني ما بديت من الصغار، فاضطريت اني اتعرف على كل شيء من الاساسيات. جميل. ف يعني من حبي للموضه والفن بشكل اساسي حبيت اني ادمج هالشيئين وابدا التصميم. زين، انت اثرتي الحين فضولي في موضوع ان الفارسه يوم تدخل عالم الفروسيه وهي صغيره اصعب، ولا يوم تدخل وهي كبيره تحس بصعوبه اكثر عشان الثقل؟ يمكن في الحالتين في صعوبة. أي. لأنها يعني رياضة تتطلب الالتزام بشكل كبير. جميل. لكن اللي يبدأ من صغره يعني ممكن يكون أسهل له من ناحية أنه يعرف كل الأساسيات. نعم. عكس اللي يدخل في صح يعني بكر. المليانة والمتينة ما تفكر نهائيا لا ما بشرط شجعيهم شجعهم. أوكي تمام. إنزين خبرينا عن شو المميز في أزياء الفروسية وشو جديدك؟ اللي يميز أزياء الفروسية بشكل عام أنها بالرغم من يعني أنها ممكن تكون في الموضة، حلو، بس لازم أن تلتزمين بحد معين لأنها في النهاية ملابس رياضية. نعم. فما تقدرين يعني تغيرين الايديا المين ايديا. نعم. فأنا حبيت أني أبدل شوي في هالموضوع وأن نضيف ألوان، نضيف ألوان، نضيف تشكيلات يعني مختلفة شوي. جميل. شو الألوان اللي ضفتيها وغيرت يعني شوي في اللون؟ شوي برايت كولرز، أشياء البنات يحبونها يعني. جميل. ومن غير أن بعد يعني البنت المسلمة أول شيء الفارسة تواجه صعوبة في هالشيء في اللبس. صحيح. يعني أغلب البنات يبغون ملابس تكون طويلة شوي أو مختلفة. صحيح. وهالشيء غير متوفر في الماركات اللي ممكن تكون أوروبية أو من خارج الدولة، فحبيت أني أبدل هالفكرة وأبدأ يعني شيء جديد. جميل. وكيف كان تقبل البنات لهاي الفكرة وهاللبس؟ حبوها وايد. حبوها وقاموا. طيب عرضتي اللبس للبيع؟ هل هو معروض في كولكشن؟ نعم. وان شاء الله قريب ينعرض في بوتيك شمس ستايل، فبيكون في كولكشن جديد بعد. حلو. طيب احنا بنشوف الحين مجموعه صور، راح نعلق على صوره صوره نشوف مع بعض. ايوه. كلمينا عن هاي الصوره. يعني تقدرين تشوفين هني مثلا لبس البنت. هي. الالوان مختلفه شوي عن العاده بس يعني جميله حلوه، وفي اللون البنفسجي مدخلينه. بالعادة دائما يعني لبس الفروسية يكون بين الأسود والبيج والكحلي، أما نعم. هني تشوفين أنه مختلف وتشوفين أنه في طبعة. بس في الفروسية يلبسون الكعب العالي شمسة؟ أكيد لا. أكيد لا، بس على أساس يبين قوامها خلينا نقول. تقريبا. جميل. طيب هذا بالنسبة، في حد يساعدك في الأفكار شمسة؟ تصميم تاخذين؟ أختي. أختك بس. جميل جميل. أكيد مطلعة على الإنترنت وتشوفين الألوان الجميلة. هذا بالنسبة للشباب، فئة الشباب. كلمينا عن تميز باللون الأزرق. شو لابس؟ هو البولو شيرت الفروسية وبنطلون الفروسية. أوكي. اللي هو البيج. جميل جميل. بس غيرتي التيشيرت يمكن؟ غيرتي اللون؟ اللون. وأما يعني بشكل عام مثل ما قلت لك المين ايديا. نعم. ما تقدرين تغيرين يعني في الديزاين الاساسي بعض الاشياء الالوان خلينا نقول، لان في النهايه يعني لبس رياضي. نعم صحيح. وعلى اساس يكون بعد الفارس مرتاح. بالضبط. طيب بالنسبه للموديل هذين اللي عرضتهم، عرب ولا اجانب؟ اجانب. اجانب. نعم. طيب نشوف طيب اكيد في كل مشروع تسوينه تواجهين صعوبات. أكيد. خبرينا عن الصعوبات اللي واجهتيها. الصعوبة كانت في البداية تقريبا تقبل الناس، في ناس استغربوا الفكرة يعني كيف ممكن تكون ماركة عربية. نعم. لأزياء الفروسية. بالعادة هالماركات تي من الخارج من أوروبا وكذا. حلو.
ففي ناس استغربوا من الموضوع، انت كيف دخلتي الوان وهالشيء يعني انت خارجه عن الحد وكذا، بس البنات بشكل كبير شجعوني. هي البنات البنات، لكن الشباب ممكن شوي يعني تحسسوا، خلينا نقول تحسس، لازم لازم في انتقادات، شيء طبيعي خاصه اللي تنجح من غير يعني الشباب ما لهم ميول للازياء كثر البنات. صحيح صحيح. طيب الحين بنشوف بعد صوره ونعلق عليها، نشوف جانب اخر من الكولكشن. يا سلام، خبرينا على البينك ويا الكحلي. يعني ها كان مميز بالنسبة للبنات، كلهم حبوا هاللون. طيب بالنسبة للموديل هي أجنبية صح؟ اللي تعرض لنا. طيب كلمينا عن التيشيرت هذا، كحلي لون استرتش هو؟ لا هذا القماش يختلف. يعني في الأقمشة المختلفة بالنسبة للبولو، في عندك البيك اللي ممكن تكون للجولف بس تكون يعني غليظة وغير ملائمة لجونا احنا. نعم. فنضطر ان نستخدم مزيج بين الاسترتش والكوتن بحيث ان يكون مناسب للرياضة وجونا. حلو. طيب والشال او الاسكار هذا اللي موجود على ركبتها شو هذا؟ طبعا الا انا اشوف من بعيد يعني ما يبين. قولي لي. يعني ما انصحك فيها كم شهر. هي ها اوكي. طيب وهذا هذا للمحجبات 100%. كوت يكون طويل. يعني اغلب البنات يفضلون انهم يلبسون لبس يعني ساتر يكون محتشم، فصممنا لهم شيء. بس في اريحيه في اللبس طبعا تلبس الفارست طبعا. طيب كلمينا عنه، شو نوع القماش اللي اخترتي؟ يعني القماش يختلف، عندك مخمل وعندك كوتن بريذبل كوتن، بحيث انه ممكن المخمل نبدل لونه يعني يكون على الموضه، اما الكوتن يكون مناسب للجو. نعم. طيب هذا هذا بالنسبه للمحجبات. هذا بالنسبه للمحجب. طيب كلمينا عن الجوائز اللي حصلتي عليها. الجوائز يعني ظهور اعلامي بس جميل. بين فتره والاخرى جميل. لاني أكيد يعني لاني طالبه في النهايه حصلتي مديح اكيد. خلينا نتكلم شوي عن البيت. كيف كان تقبلهم لفكره انك انت تصممين ازياء وازياء الفروسيه؟ طبعا ازياء الفروسيه شوي تختلف عن الازياء العاديه. اكيد. نعم. في البدايه يمكن استغربوا الفكره شوي بس يعني الوالد بشكل كبير شجعني. الوالد جميل جميل، محب للرياضه فشجعني على هالشيء. طيب شو الجديد اللي ممكن بعد تسوينه؟ يعني الكولكشن الجديد ان شاء الله نفاجئكم في المحل. يعني ما نقدر نتكلم عن بعض الالوان، ممكن شيء مخصص للبنات المحجبات كولكشن كامل. يعني حتى من ناحيه الحجاب او اللثام، يعني اغلب الفارسات في القدره او الماراثون يفضلون انهم يلبسونه، فبنحدد لهم ديزاين مخصص. طيب هذا بالنسبه لاقبال الفتيات المحجبات على على الديزاينات اللي هي المحتشمه خلينا نقول. طيب بالنسبه للبنات اللي مش محجبات كيف اقبالهم على هاي الالوان الجميله الزاهيه؟ يعني اغلب شيء ممكن الاجانب. أجانب. بس في النهايه حبوا الفكره لان الالوان مختلفه. تطمحين انك توصلين للعالميه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يعني حابه انك تعرضين ازياءك في اوروبا؟ ليش لا؟ حصلتي بعض التعارض، قلتي لي يعني يمكن الشباب ما حبوا لانهم ما لهم ميول في الازياء، ولكن حصلتي بعض الانتقادات في عالم الفروسيه، حد قال لك ليش اخترتي عالم الفروسيه عشان تصممين فيه؟ ترى انت ممكن في انتقادات وفي اسئله يعني وايد. نعم. بس عموما بشكل عام مع الدول الاخرى يعني وقعت عقدين، عقد مع امريكا وعقد مع هولندا. من ناحية الأزياء وإن شاء الله بنبدأ بعد خارج الدولة. إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنت كفارسة وين يعني حصلتي متعتش، في الأزياء ولا كفارسة أثناء انتقالك الخيل؟ الاثنين. طيب طيب بالنسبة بالنسبة لهدفك إنك أنت توصلين للعالمية وما فكرت إنك تفتحين مثلا مشروع هني في الدولة تبيعين فيه بس أزياء الفروسية الرجالية والنسائية؟ حاطة في بالك؟ يعني هو بشكل اساسي طبعا لازم بنبدا في الدوله. نعم. ويعني بيميز البراند مالنا اللي هي البصمه العربيه، فهل يعني شجع حتى الدول الاخرى انها يعني يكون عندها اقبال على البراند. حلو. يعني انتم لكم براند معين الحين بدا يطلع في السوق خلينا نقول تقريبا. جميل. طيب كيفيه التواصل معك شمسه؟ التواصل يكون عبر البلاك بيري او الانترنت، ممكن تجيني طلبات من خارج الدوله عبر الايميل. يعني الانترنت مساعدني بشكل كبير. جميل جميل. اذا شمس المهيري مصممه ازياء الفروسيه كل الشكر لك ويعطيك الف عافيه. شكرا لك وموفقه يا رب ان شاء الله.
إذن إلى هنا مشاهدي الكرام نأتي وياكم لختام هذه الحلقة، كل الشكر لمتابعتكم وكل الشكر لمصممة الأزياء أيضا شذا على هذه العبايات الجميلة اللي تقدمها لكم. أكيد مشاهدي الكرام يعطيكم العافية ونشوفكم باكر مع زميلتي دعاء، ولا تنسون السحب غدا إن شاء الله. مع السلامة.